أبنائي وبناتي كل سنة وانتم طيبين. هنشتغل مع بعض المرحلة الإعدادية وهنبدأ ببريب 3 صف الثالث الإعدادي، وهنشتغل مع بعض في الفيرست تيرم ماث. عندنا 3 برانشز، عندنا الجبرا وعندنا حاجة اسمها التريج، وهنتعرف هندرس ايه في التريج، وعندنا اناليسيس جيومتري. تعالوا نشوف مع بعض كده، اكيد مش كل السنين اللي فاتت ديت هنلغيها، ففي حاجات مهمة هنكمل بيها البريب 3 فيرست تيرم. عندنا زمان درسنا الفورم ده دونيتد لحاجة اسمها ست، وبنقول عليه كنا برانسيز او كيرلي براسز. وعندنا درسنا برضو حاجة اسمها الفورم ده، وده كنا بنقول عليه انترفالي. بقى الفورم ده دونيتد للانترفال، وكان عندي منه الكلوجر وعندي السيمي كلوجر وعندي الاوبن والسيمي اوبن. طب احنا هندرس ايه؟ احنا دلوقتي هنتعرف السنة دي على الاوردر بير. طب ما احنا خدنا منه معلومة السنة اللي فاتت. ايوه، تعال نفكر نفسنا بيها. الاوردر بير دوت عندي الفورم بتاعه بالشكل دوت، وبيبقى عندي تو نمبرز فيرست وسكند. ده كنا بنقول عليه فيرست بروجكشن وده سكند بروجكشن. طب هل يا ترى لو انا عملت ريبليس هيبقوا زي بعض؟ طبعا لا. فالاوردر بير اي وبي دازنت ايكوال بي واي. طب هل الاوردر بير ممكن يبقى ايكوال للست؟ طبعا لا، دازنت ايكوال للست. طيب انت عاوز تتعلم ايه معايا؟ قال لي الاول حاجه ان انا لو عندي if we have two order pairs are equal equivalent انت تستفيد ايه؟ يبقى انا لما يبقى عندي two order pairs وعندي بينهم equal، فانا بستفيد ايه؟ ايه اللي انا استفيده من المعلومة دي؟ قال لي هستفيد ان الفيرست يبقى equal للفيرست والسكند equal للسكند، زي ما انت شايف معايا اهو. يبقى ال a equal للx والبي ايكوال للواي. طب برضو انا هتعامل معاها ازاي؟ قال لي تعالى بقى نشوف فور اكزامبل. لو انا جيت قلت لك اف ومدي لك اوردر بير الفورم اللي انت شايفه دوت اكس ماينس 2.3 ايكوال 5, واي بلس 1، انت عاوز ايه؟ انا ممكن اطلب منك فايند ذا فاليو بتاع اكس وواي او اي كالكوليت تاني، اقول لك احسب اي حاجه. طالما انا اللي بقول لك اف يبقى ده الجيفن بتاعك ان التو اوردر بيرز هنا ايكوال، يبقى هناخد الفيرست ايكوال للفيرست، وبكون ايكويشن الفورم بتاعها بقى اكس ماينس 2 ايكوال 5. طب يا مستر ما انا متعلم ازاي اعمل سولف للايكويشن ده علشان اجيب منها الفاليو بتاع اكس. فعندي حاجتين، ممكن اخد النيجاتيف 2 دي نيجاتيف 2 واعمل لها اوبوزيت ساين، يعني انقلها الناحيه الثانيه فتبقى 5 بلس 2 تبقى 7. سيميلر انا عندي الواي بلس 1 ايكوال 3، السكند ايكوال السكند، برضه هعمل اوبوزيت ساين، يبقى ال1 هتروح الناحيه الثانيه فتبقى 3 ماينس 1 تبقى 2، فبيتقاد الفاليو بتاع اكس وادي الفاليو بتاع الواي. طب تعالى نشوف حاجه ثانيه بنفس الطريقه. لو انت شايف هنا مديني a ماينس 2, b بلس 1 ايكوال 2, نيجاتيف 3، فايند ال a و b. بنفس الطريقه بقسم الصفحه بتاعتي، خدت الفيرست ايكوال فيرست، السكند ايكوال السكند، وبكملها ايكويشن. حاول تتعلم انك تحله وبعدين ترجع للانسرز اللي انا عاملها لك. طب يا مستر دول حاجات عاديه، تعال بقى نبص كده على حاجه ثانيه. شايف هنا مديني a ماينس 7 كوما 26 ايكوال نيجاتيف 2 كوما البي كيوب او البي باور 3 ماينس 1. طب يا مستر انا هاخد الفيرست ايكوال للفيرست، يبقى انا هاخد a ماينس 7 هعمل لها ايكوال، بص كده ادي اهو، تبقى a سوري a ماينس 7 وهقول ايكوال نيجاتيف 2. بناء عليه انا هاخد النيجاتيف 3 7 هعملها اوبوزيت ساين، يبقى انا هنا الاي ايكوال اهو، ادي النيجاتيف 2 هي اللي في بيتها ورايحه لها بلس 7، فبقت الاي بتاعتك ايكوال نيجاتيف 2 بلس 7 ايكوال 5. لو انت نسيت ما نتسرعش وبنستخدم الكالكوليتر. بنفس الطريقه انا هعمل ايه؟ هطلع هنا اهو
وابتدي اروح بنفس الطريقة هناخد البي الباور 3 ماينس 1 وهقول ايكوال 26. طب يا مستر انا بكمل دي ازاي؟ ما احنا اتفقنا دي ايكويجن، يبقى انا هاخد ادي البي اهي هسيبها كيوب وادي ايكوال عندي وادي ال 26 والنيجاتيف 1 رايحه اوبوزيت فتبقى 1. تعالى برضو بنفس الطريقه هنكمل فتبقى البي كيوب ايكوال هنا بقى 27. هل دي خلصت زي دي؟ طبعا لا. ليه؟ لان هنا دي ايه وانا عايز الفاليو بتاع ايه، لكن انا هنا عندي هنا عندي البي تو ذا باور 3 فانا علشان اجيب الفاليو بتاع بي بس فاحنا بنيجي هنا اهو وبقول له ان انا هاخد الكيوبيك الكيوبيك لل 27 الكيوبيك لل 27. معلش لما بنروح ناخد السيمبل للاسف بياخد وقت. ادي اهو ادي اهو ادي الكيوب وادي ال 27 وبشتغلها بالكالكوليتر هتطلع لي 3. فانا كده جبت لك الفاليو بتاع ايه ايكوال 5، الفاليو بتاع البي ايكوال 3 وادي المسألة بتاعتي ونمشي خطوة خطوة وما نتسرعش على مهلك. طيب يا مستر الكلام ده كلام حلو خالص يا مستر، تعال نشوف مع بعض حاجة جديدة بدايتنا السنة دي إن شاء الله. بص معايا كده عندي حاجة اسمها كارتيجين برودكت كارتيزن بروتكت وعندي السيمبل بتاعها هي علامه التايمز اللي انت خدتها قبل كده. ولما نيجي نقرا الفورم ده فانا ممكن اقول اكس برودكت واي، وفي ناس تقول اكس كروس واي، الاثنين صح. لما بنيجي نديك حاجه بالشكل دوت فانا عندي هنا هقولها ده كده اي كوما 1 اي كوما 1. طيب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ هنتعامل ازاي مع الكارتيجن دوت؟ بص كده معايا لما نيجي نقول انا معايا ست، يبقى احنا هنشتغل على تو سيتس. معايا ادي الست اكس الفورم بتاعها كونتين اي وبي اليمنت، وهنا عندي الواي كونتين 3 اليمنتس 1 ام ان. لما اجي اطلب منك انا عايز الاكس برودكت واي اكس كروس واي، فكل اللي عليك ان احنا بيبقى عندي ميني اوردر بيرز. طب انت بتعمل ايه؟ دايما الاوردر بير بيبقى الفيرست كمز فروم اكس، السكند كمز فروم واي. تاني انا عشان اجيب البرودكت ببتدي هعمل ست كبيره وجواها بتبقى كونتين ميني اوردر بير، الفيرست بيبقى بلونجس للاكس والسكند بلونجس للواي. يعني هاخد ال A كوما 1 A كوما M A كوما N. سيميلر ال B كوما 1 ال B كوما M ال B كوما N. هل ينفع يا مستر اقول 1 و M 1 و B؟ طبعا لا. لا ليه؟ لان انت شرطت عليا ان انا عايز اكس برودكت، يبقى الاكس هي الفيرست بتاعتك، ما ينفعش اعمل اكستشينج، ما ينفعش اعمل ريبليس، ما ينفعش ابدلهم مع بعض. بناء عليه ادي يا مستر البرودكت. طيب يبقى زي ما احنا بنقول ادي الاكس، يبقى الفيرست كم فروم اكس والسكند كم فروم واي. لما نيجي نقول واي يبقى الفيرست كم فروم واي والسكند كم فروم اكس. فبالتالي لو انا بصيت للتو انسرز اهو بص معايا، يبقى اكيد هنوصل هنلاحظ ان الاكس برودكت واي doesn't equal. تعالى نعمل دي بس كده علامه البرودكت، انا اسف معلش اتحولت لوحدها. يبقى اكيد الاكس برودكت واي doesn't equal واي برودكت اكس. يبقى احنا بناء عليه تعالى بقى نتعرف على حاجه ثانيه. لما اجي اقول لك الاكس ايكوال سي مثلا، بص معايا هنا
ادي الفورم اكس، الاكس هنا اي وبي. لما اجي اقول لك عاوز ان اوف اكس، بص كده، بص هننزل اهو ان، يبقى الان دي means انا عاوز النمبر اوف اليمنت بلونجس للاكس. شكرا يا مستر 2. طب الواي، الواي كان فيها 1 وام وان، يبقى بقت 3. فلما اجي اقول لك انا عايز النمبر اكس برودكت واي، فانا الاكس كان عندي 2 اليمنتس، الواي كان عندي 3 اليمنتس، يبقى النمبر 2 تايم 3 ايكوال 6. طب لما اجي اقول لك ان يعني النمبر بتاع اكس 2، اكس 2 معناها الاكس برودكت اكس، طب ما انا عندي دي كان معاها كونتين 2 اليمنت، يبقى 2، وكمان الثانيه 2، يبقى 2 تايمز 2 4، فيبقى النمبر اوف اكس 2 ايكوال 4. تعال نشوف حاجه تاني. زمان في جريد 5 خدنا السيمبل ده، السيمبل ده كنا بنقول عليه امبت ست، نال ست، فويد ست، دي امبتي فارغه ما فيهاش، هاز نو اليمنت. فلما اجي اعمل برودكت يا مستر انا ما عنديش حاجه، فما فيش عندي ان انا هعمل ديستريبيوت، ما فيش اي توزيعه خالص، فيبقى الاكس برودكت اكس برودكت فاي هي الفاي، ويبقى النمبر بتاعي، خد بالك بقى النمبر هنا ما ينفعش اقول فاي، لا ده يبقى زيرو لان انا هاز نو اليمنت. طيب بص كده معايا، ادي اهو مديني ست اوف اكس عندي 2 3، تبقى الاكس 2 بكام؟ ما اقولش اكس باور 2، هي اكس 2. فيبقى انا كان معايا 2 سيتس اكس واكس، خدت الفيرست من الاكس والسكند برضه من الاكس، وتبقى الفورم بتاعها بالشكل ده. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل ريبريزنت، خد بالك بقى الريبريزنت، هننزل تحت ونشوفها كويس. بص معايا، هل انا الكارتيجن برودكت دوت ممكن يسالني في حاجه تانية؟ ممكن يقول لي ريبريزنت. الريبريزنت انا عندي تو فورمز، عندي ارو دياجرام وعندي كارتيجن دياجرام. فانا عندي الارو، ادي الفورم بتاعها من اسمها ارو، يبقى انا هاخد ارو. انت عندك الفيرست سيت اكس والسكند اكس مثلا بناء على المساله بتاعتنا، فيبقى ال2 رايحه لل2 وال2 رايحه لل3، سيميلر ال3 رايحه لل2 ال3 رايحه لل3، وعشان كده احنا عملنا ارو واتسمت بارو. هنا ده دياجرام اللي هو البلان اللي احنا كنا بناخده زمان، انا عندي هنا الاكس على الهوريزونتال، الاكس الثانيه ممكن كانت تبقى واي هي الفيرتيكالي، فانا عندي هنا الاكس كونتين 2 اليمنت 2 3 والثانيه زيها، فيبقى الاكس رايحه للاكس، فبعمل بوينت ادي اهي 2 وادي 3 وهنا برضو 2 ل 3، ادي ده الكارتيجن دياجرام، وانا عندي هنا الارو دياجرام. بنفس الطريقه تقدر انت تشتغل، عندنا حاجات تانية كتيره ممكن انت تتعلمها وتعملها براحتك. هنقف كده، والمره الجايه هنشتغل اوبريشن على الاوردر بير، والاوبريشن دول حاجات خدناها في بيت 5 اللي هي السيمبل بتاع الانترسكشن واليونيون والديفرنس وكمان الكومبلمنت، هنشوفها ان شاء الله الحصه الجايه، نكمل مع بعض الكارتيجن برودكت. تعبتكم معايا، بس يا رب تكونوا استفدتوا. هنرفع الكلام دوت، اتمنى الكومنتات بتاعتكم اشوف على البيج سواء على الفيس او على اليوتيوب، اي حاجه اي استفسار كنت انا سريع مثلا في الشرح، الصوره مش واضحه، اكتبوا كل حاجه وان شاء الله نظبطها في الحلقه الجايه. باي باي.